اهلا وسهلا بكم من جديد. ولسه بنتكلم عن تجميل الوجه وقلنا ان احنا عندنا وسائل تكنولوجيه كثيره جدا. اتكلمنا على البوتوكس والفيلرز وبنتكلم على حاجات. انا بس قبل ما نبتدي نتكلم عن التكنولوجيا ونبتدي عن استخدامات كل جهاز منفصل وكل حاجه منفصله، لازم نقول ان ايه هي اهم اداه في عالم التجميل. اهم اداه في عالم التجميل هي حاجتين: ايد الدكتور ورؤيه الدكتور. من غيرهم دول لا جهاز هينفع ولا فيلرز هينفع ولا اي حاجه. لازم خبره الدكتور ورؤيته وان هو يكون بيعرف يعمل الحاجه بيأديها، ايده واخده على اداء هذا الكلام. حرفيه الدكتور هي دي الاهم وسيله من وسائل التجميل. يعني احنا لو حطينا الخيوط الفرنسيه كده جنب وش المريض مش هتعمل حاجه، لو حطينا جهاز الليزر جنب وش العيان مش هيعمل حاجة. هيعمل قد ايه؟ دوز قد ايه؟ عدد الخيوط ازاي؟ بدايتها فين؟ هتحط فين؟ الفيلرز هتحط فين؟ البوتوكس هتحط فين؟ وكمياته قد ايه؟ وحاجات كل ده بيعتمد على خبرة الجراح ورؤيته وصنعة ايده. وهنا الصنعة انا اقصدها، كلمة اقصدها، احنا في قسم أبوقراط دايما بنقسم بالله العظيم على صناعة الطب. صنعة، طب صنعة، يعني طب مهنة بيكتسب منها الأطباء تستخدم فيها الأيادي ودقة الأداء بتبتدي من إيد الطبيب ومن رؤيته ومن خبرته. الطبيب أو الجراح اللي عنده هذه الرؤية وهذه الخبرة ومعتاد على إجراء هذه الأنواع من إجراءات التجميل هو ده اللي هتحصل منه على أحسن نتيجة بغض النظر عن الوسيلة اللي هو بيستخدمه. مدام منار معنا، تفضلي يا مدام منار. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا من 7 سنين كده جات لي حاجة في جبهتي فوق حواجبي، ظهور حبوب. الحبوب دي بتظهر لما اكون في الشمس او لما اقف قدام البوتاجاز او عامه يعني لما بقى تعبانه. يعني الحبوب دي انا اتعالجت منها كتير قوي ما بتروحش، هي حد قال لي انها اكزيما. تمام. انا استخدمت لها البيتنوفيت، والبيتنوفيت سمعت ان هو حاجه خطر ما تستعملش على طول. وبعدين استعملت حاجه دلوقتي بستعمل كريم إليكون. تمام. عشان الحبوب تروح دي، والا يبقى وشي كله مليان. هي الجزء العلوي ده هو اللي بيبقى مليان حبوب، يبان وشي ان هو مرهق جدا وانها تعبانه والحبوب دي ما بتروحش وبتلسعني. فانا مش عارفه ايه العلاج بتاعها، لا إليكون ده بيضيعها ولا بتنوفيت ضيعها، حاجه كده سحري بتتحط وبعدين بتظهر تاني يوم لو انا بطلته. فمش فاهم ايه يعني ايه ممكن يعالج. حاضر ست الكل، حاضر. الاثنين مدام منار، مبدئيا بس النوعين الدواء اللي انت قلتيهم هم نفس المكون الاساسي بتاعهم، يعني هم الاثنين انواع من انواع الكورتيكوسترويد او الكورتيزون. والكورتيزون لا خطر ولا حاجه، لكن هو خطر في استخدامه الخاطئ، ولا زي الاسبرين، زي اي دواء في الدنيا استخدمناه غلط هناخد نتيجه غلط ويحصل لنا مشاكل غلط. استخدمناه صح هناخد نتيجه صح وهنبقى وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. فكلمة ان الكورتيزون ده حاجة خطيرة، الكلام ده كلام خالي تماما من الصحة. الكورتيزون من احسن الادوية اللي اخترعت على وجه الارض، ولكن هو لازم نستخدمه، استخدامه الصحيح بكمياته الصحيحة بطريقته الصحيحة. ان استخدمناه صح هنحصل على نتيجة صحيحة. والنوعين دواء اللي حضرتك استخدمتيهم هو الاثنين كورتيزون. فيعني الطبيب اللي قالك كده الحقيقة ضحك عليك، أو اللي غيرهولك من بيتنوفيت لإليكون هو ده كورتيزون وده كورتيزون، ده تركيز وده تركيز، بس الاثنين كورتيزون. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم نعرف ايه الحبوب دي سببها ايه، لأن الحبوب في الوجه حاجات كتيرة. ممكن تكون حب شباب، ممكن تكون إكزيما زي ما انت قلتي، ممكن تكون نوع من أنواع الحساسية، في حاجات كتيرة جدا. ممكن تكون حمونيل، ممكن تكون حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون ترسبات دهنية تحت الجلد، حاجات كتيرة. فلازم حضرتك تفحصي بشكل جيد. ويعني وفي جهاز دلوقتي حضرتك بتحط وشك فيه بيحلل لك الوجه بالظبط، كمبيوتر يشوف لك ايه المشكلة بالظبط ويديك ريبورت مكتوب ومطبوع يقول لك انت ايه المشكلة بالظبط. وبالتالي لما نشخص الموضوع كويس نعرف نوصل
لنتيجة كويسة جدا جدا جدا. يعني الموضوع بقى فيه تكنولوجي بتاعه عالي جدا في الحبوب ومشاكل البشرة. في المستشفى عندي دكتورة مريم الحقيقة يعني عاملة شغل غير طبيعي في البشرة وفي الشعر يعني.